menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi
في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي ذا يعبر عن علاك مقالي مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصالي.
الأذكار والأصال مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم
Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa geram di hatiku, kerana takutkan siksamu. Thank you.
Selamat